السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد، وكيف العادة ما تنسونيش من لايك والتعليق السمينة ديالكم، ونبداو ان شاء الله الفيديو ديال اليوم. هنا اول حاجة بديت بها كيما شفتوا هنا وجدت اياد حويجاتو بالنسبة لهاد السبادري ديال نيو بالونس اللي شاركت معكم داك النهار اللي خديت من عند حسن بونيطات شوز. عرفتي صدقات فنة تبارك الله زوينة، وحتى في المنظر ديالها زوينة الصراحة، ديالهم اثمنة اللي مناسبة. هنا وجدت اياد لبستو بيضة، شكرا 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 لكم بزاف 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 على التعليق الزوينة اللي خليتو لي في عيد ميلاد ديال اياد. والله الا فرحتوني بزاف، شكرا على الدعوات ديالكم لهلي خطيكم عليا، والحمد لله عجبكم بيفي، عجبتكم الفكره ديال الكره. اغلب لي كومونتير قالوا لي وي ام احسن عيد ميلاد شفنا في يوتيوب. والله الا فرحتوني بزاف، الله يكبر بكم. هنا درت ليه تاكوس. بالنسبه للتاكوس هكذا غالبا اللي غادي ديال المدرسه، بالنسبه للدجاج كندير ليه شويه ديال الكريمه باش كيبقى لي يرطب. ودرت ليه هنا خبيز هكذا، خبز ديال الطوست فيه لدان تفيمي فرماج. وديسي صراحة ما كيبغيش ليا، لان ديما البنانة كتخسر كنسولو ما كيبغيهاش كنرجعها، حيت هو انت كيبغي الديسير كان ملي كيكون في الدار كيبغي يكون مقطعاه ليه هكذا في طبسه ويبقى ياكل. صافي صيفط لوليدات المدارس ديالهم، عاد كنجلس انا طرونكيل باش نفطر هنا. المهم بزاف منكم لاحظوا انني بديت كنقص في الوزن. هنا كناخذ بودور الشيا، بالنسبه لبودور الشيا كناخذهم من عند ماي باتيس. كنبيتهم هكذا يا ليله كامله يا ساعتين قبل يا نص ساعه قبل هكذا في كاس ديال الحليب. بالنسبه للشيا صراحه جات من احسن الحوايج اللي صراحه كنستعملهم هاد الايامات، غنيه بالالياف، كتعطيك واحد الطاقه، كتعطيك واحد الاحساس بالشبع، غنيه بالكالسيوم صراحه، فيها بزاف ديال الفوائد اللي زوينين بزاف. وكما قلت لكم كتعطيك الاحساس انك شبعانه، يعني ما كتقلبيش تاكلي اولا. هنا بالنسبه للديسير يعني درت داكشي اللي متوفر عندي، شويه ديال العنب، بنانه، شويه ديال اللوز، شويه ديال الكركاع، وقطيره هكذا ديال العسل من الفوق. كما قلت لكم شي حاجه اللي زوينه بزاف، وهي ما كتخليكش انك تبقاي تاكلي بزاف، يعني بحال الا قلتو كناكلها هي في الصباح العشي، يعني بحال قلت وليت كندير جوج وجبات في النهار. صراحه هاد الخطوه ديرها انا وصاحبتي لبنى، لبنى في البيت، دايرين ان شاء الله واحد التحدي باش نقص الوزن انا وياها. صراحه هي اللي حمساتني، وان شاء الله نتمنى نكملوا تبان النتيجه. المهم بعد ما فطرت كما قلت لكم ما شاء الله كتشبع، يعني ما كتحتاجيش مازال انك تقلبي تفطري او تقلبي تاكلي الخبز. المهم المهم بعد ما فطرت كما قلت لكم تاني حاجه كنستعمل هي هاد الخلطه الملكيه ديال بيت العسل. كما قلت لكم زوينه بزاف، كتعطيك طاقه، كتقوي لك المناعه خصوصا بالنسبه للوليدات الصغار. بحال دابا انا وليداتي ما كيبغيوهاش ليا الصراحه، لان المذاق ديالها شويه كيجيهم في شكل. ولكن شنو كندير؟ كندير لهم معلقه هكذا في عصير عزيز، ندير لهم العصير ديال التفاح والبنان، ديما كندير لهم معلقه صغيره وكنطحن كلشي. صراحه زوينه، راه حتى لما قدرتوش مثلا تاخذوا الخلطه الملكيه راه تقدروا تاخذوا حبوب اللقاح، حتى هما راه زوينين بزاف، دغيا كيذوبوا ديروهم في عصير لوليداتك، شي حاجه اللي زوينه. كما قلت لكم كتقوي المناعه، كتعطيك الطاقه، وخصوصا بالنسبه للوليدات صراحه. كما كتشوفوا بالنسبه للمكونات فيها العسل الحر، العقبر، حبوب اللقاح، وكذلك غذاء الملكات. المهم غادي ناكل واحد المعلقه، هانتوما راه وصلت فيها النص، زوينه صراحه، رائعه رائعه. كما قلت لكم بالنسبه للخلطه الملكيه راه يقدروا ياكلوها الكبار والصغار، صراحه كيعجبني المذاق ديالها. ثاني حاجه راكم عارفين دابا حنا داخلين على الوقيته ديال البرد، بزاف ديال الناس اصلا هاد الايامات مراض ضربهم البرد، بدا كيتبدل الجو. انا دائما كناخذ من عند بيت العسل هاد العسل هذا ديال الضغموس، رائع، يعني عنده العسل الحر على حقه وطريقه، زوين بزاف، يعني ديال الدواء دائما كناخذو من عنده، كينفعني بزاف، مع كينفعنا حنا الكبار كينفع الصغار، زوين. كما قلت لكم احسن عسل، يعني عسل الحر بالنسبه لبيت العسل كتلقاو عنده احسن ما كاين في العسل. لكم انا كناخذ عنده ديال الضغموس، زوين بزاف الدواء. المهم راه وي ام تمجهدات، راه درت الميكرو حيت كتقول لي الصوت كيكون ضعيف ضعيف، صافي دابا باش خديت ميكرو. المهم دابا ان شاء الله غادي نمشي ندور بيت الوليدات، نجمعها، ندوز لاسبيراتور، عاد غنشارك معكم ان شاء الله سيجور.
وهنا كما كتشوفوا معايا دائما كما كيخرجوا الوليدات المدارس ديالهم يعني كنحس السرجم، عرفتوا داك الجو ديال الصباح كيكون زوين، كنخليه تقريبا السرجم محلو شي ساعه، عاد ديك الساعه كنطرفها كنعطرها باش كتبقى فيها ريحه زوينه. صافي هنا خديت لاسبيراتور بديت كندوزها، باقي لدابا كتسولوني عليها وئام واش عجبتك واش صدقات. شوفوا قسما بالله الا صدقات زوينه، انا راه ما غاديش نشكر لكم حاجه الا وكانت فعلا زوينه. راه تبارك الله، راه عرفتوا الزرب هي كتلصق معاها، راه كتاسبيري من داكشي الغبره الرقيقه اللي ما كتبانش لينا، الخمله الزغب اي حاجه كانت في الزرب هي كتجبدها. وبالنسبه لهذا الراس هذا، مع داك النهار مشيت غلطه، هذا غير لقيتو زايد في الكرتونه، نورمالمون فيها غير راس واحد. المهم الضحكه غنبان لكم فرحانه. المهم بعدا اول حاجه ما تنساونيش في لايك والتعليق الزوينه ديالكم. اخيرا واخيرا ان شاء الله اليوم غادي ندير لكم جوله في السيجور، بزاف منكم اللي طلبتوها مني وحتى انا صراحه شحال وانا كنتسناه. المهم جاني تقريبا شي سيمانه هادي غير كنشوف فيه، كنوض وسط الليل كنبقى كنشوف فيه. المهم غادي ندير لكم ان شاء الله، عرفتي راه عجبني عجبني ما شاء الله، لوحه فنيه. المهم لبست بحالو، نديرو شي ديال التناسق. ان شاء الله غادي ندير لكم جوله في السيجور، غنشارك معكم التفاصيل كامله، وان شاء الله الا كان اي تساؤل او اي اقتراح شي حاجه عجبتكم ما عجبتكمش خلوها لي ان شاء الله في لي كومونتير. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو نديرو جوله في السيجور. واكيد فين ما كنجيبو شي حاجه جديده للدار ضروري اختي ما نضربوش شي تصيقه فعلا تركه. سبحان الله، زعما كنظن اننا كنا بحال بحال، اي حاجه كانت جديده كتفرحنا. عرفتوا راه قلتها لكم دابا، عرفتي كنوض وسط الليل كنبقى كنشوف فيه. الحمد لله، عرفتوا صدق حسن من اللي تخيلتو. ان شاء الله كلشي غادي نشاركو معكم. اول حاجه بعدا هنا فرشت الطابي، عرفتي شحال مره قلبتها. المهم حتى نتوما ما كرهتش تعاونوني، واش نرد الجهه اللي مزوقه لهاد الجهه ولا الجهه الاخرى. المهم كل مره كنقلبها. بالنسبه للطابي كما كتشوفوا فيها هاد اللوينات هادو، الوان اللي هما ترابيه، لان ديجا السيجور غادي يكون ان شاء الله في البيج. هذا باش حاولت انا ندير هاد الالوان هادو باش اي تفريشه درسها اولا مني نبغي نبدل لي كوسا يجوني مع اي لون. بالنسبه للطابي خديتهم من عندو نيت، راه داير فيهم برومو زوين، داير ليهم 500 درهم طابيات اللي واعرين هنا. اول حاجه جا الكنابي الاول، عرفتوا ما شاء الله على فينيسيون، ما عندي ما نقول. تبارك الله عليه، تقنو تقنو تقنو. بالنسبه لذاك الدوسي ديال اللور اولا ديك التكايه اللورانيه، درتها هكا انا بغيتها سامبل وفيها بونجه غليظه يعني مريحه في الجلسه. بالنسبه لتحت كما كتشوفوا دور ليا هكذا باندا ديال الخشب. صافي هنا بداو الدراري كيركبوا هكذا السطور. بالنسبه لي كانابي الطبيله كل شيء جاب السلوفه، تبارك الله دار ليه السلوفانيت باش هكذا لي كانابي ديالك ما كتوصلهمش الغبره، حتى فاش كيطلعوا في الدروج اولا الترونسبور ما كيتكرفصوش. هنا بالنسبه للطبيله كما قلت لكم حتى هي جات كلها مغلفه مزيان بالسلوفه حيت فيها الزجاجه من الفوق. المهم كما قلت لكم غنشارك معكم التفاصيل كامله. المهم هنا كما كتشوفوا راه كنزومي ليكم على لي ديطاي ديال لي ديطاي. شوفوا لي تبارك الله على فينيسيون، دار لي هاد البنطه ديال الخشب من التحت، بالنسبه للتحت جا هكذا مخطط. واللي عجبني هذا جايني مع الكولوار، دارو داير ماشي جا مقنس كما كتشوفوا. المهم كنتمنى تفهموني، جا داير صراحه حتى في الشوفه كيجي مريح. حمق لي ما نكذبش عليكم، اصلا ما كندققش معاه لان تبارك الله الاخ رضوان حريفي. بالنسبه للسيد اللي صاوب ليا السيجور هو اللي صاوب ليا الصالون، حتى في الصالون ما دققش معاه لان تبارك الله شفت الخدام اللي كيخدم للناس، شفت الناس كيفاش كيشكروه وكيشكرو خدمته وكيفرشوا ويعاودوا. هنا كما قلت لكم راه غنركز لكم على لي ديطاي. شوفوا هنا حليت السلسله، شوفوا لي بعدا غير تبارك الله السلسله شحال غليظه، وحتى التغليفه الدخلانيه ديال بونجا حتى هي داير ليها السلسله ديالها، يعني في حاله بغيتي تصبريه اولا. المهم تبارك الله كيخدم كلشي متقون، يعني ماشي هاد البلاصه ما غتبانش لا ما نديروش ليها حاجه متقونه، بالعكس كيركز لك على كلشي. وكما قلت لكم تبارك الله شوفوا لي السلسله شحال غليظه، يعني السلسله اللي هي غليظه وصحيحه. بالنسبه للبونج ما شاء الله كيخدم باحسن ما كاين في البونج. بالنسبه للعبار ديالي عرفكم غتسولوني، بالنسبه لهاد لي كانابي تقريبا في التوتال 4 متر وكل واحد فيه 2 متر. بالنسبه للعرض تقريبا درنا فيه 70. كما قلت لكم التكايه جايه كلها بونج رطبه، يعني ما تحتاجيش ديريكتر المخدات، كتخدميها بحال هكذا كتكي عليها. صراحه عجبتني تبارك الله، راه كيخدم بزاف ديال الموديلات غير انا هاد الستيل اللي اختاريت. وكما كتشوفوا الظهر كيجي داير كانابي مع كانابي كيجي مقاد، يعني كما قلت لكم تبارك الله الفينيسيون كاينه.
بالنسبة للوين كما كتشوفوا درت هاد البيج هذا، وهنا كنت كنحاول نشارك معكم بالنسبة للغونجمون. الغونجمون ما شاء الله شحال كيهز، انا قلت غنبقى ندير فيه التفريشات الاخرين اللي غنبقى ان شاء الله ندير السيجور، لان كما كتشوفوا درت البيج هنا غندخل معاه اي لون بغيت. وكما كتشوفوا بالنسبه للميكانيزم، ميكانيزمي هو صحيح، يعني طلعوه بوقت ما بغيتي. كما قلت لكم ان شاء الله غادي ندير فيه التفريشات الاخرين، لان درت البيج غنبقى ندخل معاه اي لون بغيت، الكاميل، الغوز، الموطارد، اي لون غادي يجي معاه. بالنسبه لهذا النوع ديال الثوب اللي خدمت به السيجور ديالي، اللي هو بوكليت لاكوست، راه تبارك الله هي في المحل عنده، راه عنده واحد الاختيار كبير بزاف. وبالنسبه للوين اللي دخلت هو هذا لورانج، بحال هذا البغيك هذا. كما قلت لكم بما انه الارضي بيج نقدر ندخل اي لون بغيت. تبارك الله عنده فيهم الاختيارات، راه قلت لكم تبارك الله جاب واحد لاكام جديده فيها لوينات اللي زوينين ومازال ما مطليين في السوق. تبارك الله كما كنقول لكم دائما هو السباق بالجديد، لان كما قلت لكم اغلب الحرفيه كيتقدموا من عنده. وهنا بغيت نشارك معكم بالنسبه للسطور، شوفوا تبارك الله السطور كي جا. المهم غادي يبان لكم السطور قبل من كبر من السرجم، لان هو اللي قال لي خصني نديرو كبر من السرجم باش ما يبانش محكور، لان انا هاد الجهه راه كان عندي فيها دوش وريبته ودرت فيه سيجو. المهم المتتبعات ديالي القدام راه كنت شاركت معاهم هاد الشيء. صافي السطور تبارك الله عنده زوين وصحيح، حتى ديال الصالون باقي كيف ما هو. وبالنسبه للطبيله ديالي خدمها لي بهذه الطريقه هذه، حمقتني الطبله للو لا ما شاء الله، طلعت فنه التلقيات جا هو هذاك. بالنسبه للطبيله خدمها لي بحال اللون ديال هاد الباندا هذه اللي دار ليا في التحت ديال الدوره كما كتشوفوا. وبالنسبه للعبار ديالها درت فيها 80 على 70. صافي هنا بديت كنحط هكذا. بالنسبه للديكورات هنا خديت هاد الفولي بغاده ديال الاغماس، خديته من عند الاخ منتصر، السيد اللي كيدير صرغينه والبخور والديكورات في سوق الحد. خديت عنده هاد الفولي، خديت من عنده كذلك ديفيزور هكذا باش نحطو في السيجور، هو هذا خديتو بالعنبر، ريحته زوينه بزاف. وهنا فصلي هاد البوفه هادي حتى هي عجبني الستيل ديالها، عرفتو جايه هي هذيك مع السيجور. بالنسبه للطريه حتى هي بدلتها ملي شاركت معكم داك نهار الطريه عند اواني المجد، راه ما يمكنش خلاتني بلا عقل. صافي خديتها من عنده عجبتني بزاف، شوفوا تبارك الله كيفاش كتبان. بالنسبه لهاد الطريه هادي اولا هاد الموديل هذا راه عنده فيهم ثلاثه اولا اربعه ديال العبارات، كتخدم التيلي كوموند فيها الضو بيض الضو صفر والضو بيض وصفر مجموعين. عاتي غير الا شعلتها بوحدها كتعطي واحد الاضاءه اللي زوينه بزاف. راه هذا العبار الثاني اللي تابع الصغيور هي هذه، وهذه هي الجوله ديالنا في السيجور. حاولت دابا نبعد باش تشوفوا مزيان. كما قلت لكم تبارك الله الصالون طلع حسن من اللي تخيلتو، متقون تبارك الله. القياس ديال المخدات راه قلت لكم بزاف ديال الحوايج ما ركزتش ليهم عليه انا، هو دارهم من راسو، ولكن تبارك الله طلع كلشي زوين. بالنسبه السطور حتى هو دار لي داك اللوين غادي اللون ديال الطبله، داير بحال الا مخطط بحال السي ديال الخشب. وكما قلت لكم ان شاء الله من بعد غادي نزيد هكذا لي بليد، راكم عارفين هاد اللوين هذا مع الوليدات الصغار، ولكن اللون ما نكذبش عليكم حمقني. غادي نحاول نخلي لكم الصوره في الجنب باش تشوفوا السيجور الاول اللي كان، هو في الحقيقه كان عاجبني، ولكن الفينيسيون ديال هذا راه بوحده ما شاء الله متقون، زوين في الجلسه، بونج ليه هو زوين. وان شاء الله على اليسار غادي ندير البارداج، ما غاديش ندير الحيط كله بارداج، هذا الحيط اللي حدا الطبله غادي ندير شويه ديال البارداج، وتما فين غادي ندير التلفازه ان شاء الله اللي زتها اكيد غادي نشاركها معكم. مهم عطوني الراي ديالكم، قولوا لي كيفاش جاكم السيجور، كيفاش جاكم اللوينات. بالنسبه لذاك الحيط اللي فيه الديكورات ان شاء الله من بعد غادي نسدو كله، غادي يجي حيط سامبل وغادي ندير فيه شي طابلو. صراحه مابقاش عاجبني داك الديكور، وهنا كنت كنحاول نقرب نشارك معكم. بالنسبه راه كما كتشوفوا ما نحتاج صراحه نهضر، كلشي باين واضح. بالنسبه لهاد البوفة عجبتني وعجبني قياسها، باش هكذا الا كانوا الناس صراحه حنا السيجور حنا اللي كنجلسوا فيه او الدراري كيتفرجوا فيه. صافي قلت لي زيد ليا بوفة واحده اخرى باش تجي زوينه هكذا في الجلسه.
عرفتو من بعيد، عطى واحد الاضاءه واحد اللون زويون. وهنا كنت كنشارك معكم بالنسبه للصالون، كما كنت قلت لكم هو نفسه لي صوب لي الصالون تبارك الله، عنده لي طابي الخوامي لي سطور، كيخدم الخشب كل شيء تبارك الله من عنده. وكما قلت لكم الاتقان الحمد لله، راه كاع المتتبعات ديالي يفرشوا من عنده، شكروه وشكر خدمته والتعامل ديالو، كيدير اثمنه لي مناسبه. والاتقان اكثر حاجه مركز لكم عليها اللي هي الاتقان، كيتقن ما شاء الله عليه. وهاني رجعت معكم. المهم بس حويجاتي خارج ان شاء الله غادي نديكو معايا. المهم بس هنا هذا الموكاسان هذا اللي خديت داك النهار من عند بوني تاتشوز، عرفتو كيجي زويون في اللبسه ومريح. ديجا عندي في هذا اللوينات في النارتي، عنده في الغوز في البيج في النوار في الموف، وحتى بالنسبه للصاك خديتهم من عنده. هذا فاندي كيجي زويون وصغير هكذا، وفيه حتى هاد البنده هادي هاد التحتانيه كنرضها هكذا من اللور. حتى ماما خدات عنده في البيج صدق ليها زويون شتو. المهم البيسه مريحه، الشال اكيد من عند فولار سيداتي. المهم غنديكم معايا ان شاء الله، هانتوما معايا. وهنا اول حاجه درتها، هنا مشيت للسلام عند السونتر ديال سميره الزعيم، بغيت اختي تهلا في رجلاتي، جيت باش ندير بيديكور. ونيت باغا نفكركم في البرومو اللي دايره لكم سميره الزعيم، دايره لكم برومو اللي زوين بزاف الحمد لله. فين ما كنمشي كنتلاقى مع متتبعات تما وكيشكروا خدمتها، دايره لكم بالنسبه للسوان فيزاج 250 درهم، الرموش او لا ليسيل بيغمانون دايره لكم 200 درهم مع مرموش 200 درهم، وبالنسبه للجيل 200 درهم. بالنسبه للبروتيين دايره لكم جميع انواع الشعر 700 درهم، وكاين برودويات اخرين رخاص ابتداء من 500 درهم. وتبارك الله خدمتها راه ما نهضرش عليها، كما قلت لكم جيت هكذا باش ندير بيديكور جيلاتي. راكم عارفين دابا كيتسالى الصيف، كنا كنلبسو بزاف السنيدلات، نتهلا ثاني في رجيلاتنا ونبداو نرطبوهم هكذا على قبل ثاني الوقيته ديال البرد. من بعد هنا طرقتني صاحبتي، مشينا عند افريشه رضوان بغات تدفع لي هكذا السيجور ديالها، حيت ما مخلطاش اول مره تمشي عندو. صافي مشيت معاها، هانتوما على اليسر ديالي كاينه المحكمه الابتدائيه ديال انسكان، كندور على اليمين وكنمشي نيشان كلينيك تاغزوز، هو هذا اللي بالبيض والزرق، راه هو كاين حدا الكلينيك، راه بوحدو اللي كيدير الطلانط تما. على اليمين كاين محل ديال الطلانط، وعلى اليسر محل ديال الطلانط، وعلى اليمين محل ديال الزرابي ولي ماطلا. المهم شوفوا لي تبارك الله شحال ديال الرولوات لقيتو جايب بسلعه جديده. وبالنسبه لصاحبتي اختارت ثوب، وحتى هي دخلت لورونج، هاد لورونج حتى هو يلاه دخلو. بالنسبه لي انا هاد التويب اللي دايره هي اختارت هذا الاول اللي وريتكم، كما قلت لكم كانت عندي في عيد ميلاد ديال اياد وعجبها السيجور، صافي قالت لي والو غادي نمشي انا ندفع من دابا باش يوجد ليا. حتى هي كما قلت لكم اخترت هذا اللون هذا، وصراحه كنت باغا نشارك معكم في هذا الفيديو هذا واحد الوصفه زوينه لقوتي لوليدات المدرسه. بالي الفيديو غادي يجي طويل شي شويه، ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نشاركها معكم. وصافي هذا ما كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وما تنساونيش من لايك والتعليق الزوينه ديالكم.